انا شايفه ان هو اصلا لما اي شكل علاقه بالشكل ده هي علاقه مش طبيعيه ومش سويه. يعني انا مثلا بابايا، انا اصلا اسرتي عيله صعيديه، يعني بابايا راجل صعيدي ومامتي ست بنحييهم صعيديه، كل اوكي، صعيد على رسمه. وبابايا كان راجل ناجح جدا وسياسي، وهو اللي بيشتغل وهو اللي بيعمل كل حاجه وكده، وكان كل القرارات اللي ليها علاقه بالحاجات الفاينانشال كان في ايد ماما، الله يفتح لدرجه عليكي. ليترلي هو دي ان بابايا بقى كان والله، بياخد، هي دي والله اصل انا بابايا مستناكي الله يرحمه تخلصي كان بياخد كلامك، مصروف لان انا والمرأة اعلم زيه عيني زينا. اللي بتدير انا الحكايه اعلم، كلها قصدي لان بالظبط. مامتي كانت اشطر فعلا في الحاجات اللي مش ليها مجرد علاقه كده، بالبيزنس. اعلم كمان ان فكان هو في الصعيد يا رحاب الست ليها كلمه، والراجل طبعا بيشاورها بيطلع هو يقول القرار للناس، لكن بعد ما يتشاور مع زوجته وفي الكبيره موجوده هناك وبتسمع كلامها، طبعا وكلامها بيمشي طبعا. على ناس كتير. وده خلل، انا شايفه ده خلل في ده ما العلاقات، يقللش ده يزود. انا شايفه ان ده خلل في العلاقات، يزود ان العلاقات تبقى كده اللي هو مين صاحب الكلمه في الاخر. لا، هي الامور مش كده، ما بتمشيش الحاجه برضو اللي قالها كريم، تحيه إن طبعا لاهل الصعيد. بس لو قال لها ما انتش خارجه على، لو في خروج وفي الحاجات دي اوكي، بس انا بس في الاخر العلاقات اللي بتتبني على تراست اوكي والتفاهم، ما بيبقاش اصلا ما فيش الحوار، ما بيوصلش لكده. يبقى هو لازم الفكره يعني برضو ان انا لازم مشاوره، لازم تفاهم، نبعد عن العناد والاستفزاز وراس براس وكده. احنا مش داخلين حرب، احنا داخلين شراكه جميله. انا برضو عايزه اضيف طبعا بس ضيوفنا الاعزاء. شكرا. الوقت خلص، وعم يعني شيف محمود هيزعل مننا. طيب انا عايز اقول حاجه، ما في اكل. طب كلمه اخيره. الزوجه هي الام، المراه هي الزوجه، هي الام، هي كل حاجه في الدنيا، هي اللي ربت، هي اللي بتربي، وهي اللي بتنشأ الجيل الجديد. فلو كان الراجل السيد فأنا زوجتي ست الدنيا، فده مش تقليل الله من دور ده المرأة. ده عايز يروح البيت يعني. أنا عشان أعرف أروح. زوجتي ست الدنيا. براءة يا أستاذ أمير. نجمنا كريم، وشكرا لحضرتك أستاذ أمير وأستاذ رحاب ودكتور عزة زيان، نورتونا وشرفتونا، وحوار ممتع جدا جدا. وبعد الفاصل ومطبخ الستات شيف محمود سعد.